أصحاب الفخامة والسعادة، رؤساء الدول والحكومات، السيد مصطفى جيماما رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سيداتي سادتي، إنني أحيي وأهنئ السلطات المصرية وخاصة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لقيامه بعقد هذا المنتدى الأفريقي لعام 2018. وإنني أهنئ أيضا وأشكر الوكالة الإقليمية للاستثمار للكوميسا ووزارة الاستثمار المصرية للتنظيم الرائع لهذا المنتدى. وأنا كرائد لإنشاء منطقة التجارة الحرة للاتحاد الإفريقي، وإنني في الحقيقة أحيي هذه الفكرة الطموحة والجريئة وهذا الالتزام من جانب الدول الأفريقية، وهذه هدية لهذا المنتدى. إن هذا المنتدى يشكل مبادرة سعيدة، وذلك بالنسبة لإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وذلك بعد عملية طويلة من المفاوضات، ذلك لأن دول الاتحاد الأفريقي قد قامت بتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة، وقد أعربوا عن التزامين أيضا بالمصادقة عليه، وذلك خلال عام، وذلك من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية في عام 2019. وأنا على قناعة أن مسألة المصادقة على هذه الاتفاقية سوف تتم بسرعة، وأن هذا سيتم إرساء وبشكل رسمي منطقة التجارة الحرة بالاتحاد، وذلك في نيجر، وذلك على هامش القمة الأفريقية. وأننا في موريتانيا قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قد تم اختياره لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وهذا يعني وإن هذه فرصة كبيرة لكي نرسي أسس تحقيق نجاح كبير بالنسبة الأفريقية. ونحن أيضا نحيي مبادرات كبار الشخصيات وأيضا القادة في مجال الشباب والمرأة، وذلك حتى نفكر فيما بيننا عن الإجراءات المناسبة لتيسير التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، والتفكير في العناصر التي ستغذي خريطة الطريق للرئاسة الأفريقية للاتحاد الأفريقي في عام 2019. سيدتي سادتي، أن منطقة التجارة الحرة القارية هو التزام كبير من جانب كافة دول الاتحاد الأفريقي لإنشاء سوق أفريقية واسعة وتحقيق حرية الخدمات والأشخاص المنتجات، وذلك انتقالا من الكاب في جنوب أفريقيا وحتى القاهرة. وهذه في الحقيقة هذه مبادرة ذات أولوية، وسوف تساعد على تحقيق الأجندة التي تمتد من الآن وحتى 2063، وأن هذا يتطلب القضاء على كافة الحواجز التعريفية والجمركية بين الدول 57 للاتحاد الأفريقي. إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم لتيسير التجارة البينية. وأنني أذكر هنا المفاوضات الأولى التي تمت بشأن انتقال الأشخاص والإنتاج والمنتجات، والفقرة الثانية هي انتقال الأشخاص وأيضا الملكية الفكرية. وإننا نحن نعبر عن تطلعات 1.5 مليون شخص في القارة الإفريقية، أن هذا يعرب عن توجهات 55 دولة في أفريقيا، وأن التجارة البينية الأفريقية تمثل الآن 14% فقط
وفي حين أن فيش أمريكا الشمالية تمثل 40%. وفي الحقيقة أن منطقة التجارة الحرة ليس برنامج منعزل، ولكنه يشكل مع البرامج الإفريقية الأخرى تكامل، وذلك من أجل تحقيق أهداف الأجندة 2063. وأنا أذكركم بالبرامج والخطط التالية، الخطط العمل لتنمية الصناعية في أفريقيا، وأيضا تنمية البنى التحتية في أفريقيا، والبرنامج المفصل لتنمية الزراعة في أفريقيا، وأيضا الرؤية التي تتعلق بالنشاط التعديني في أفريقيا، وذلك أيضا من أجل تكثيف التجارة البينية، وذلك من أجل دعم السياسة التجارية وتيسير التجارة، وأيضا تيسير الإنتاج، وأيضا تيسير البنى التحتية التجارية، وأيضا تحقيق عملية تيسير كافة عناصر السوق. وإن بالطبع أن هذه فرصة عظيمة للدول الأعضاء، وبالنسبة لمواطنة الاتحاد الإفريقية من خلال الشركات الأفريقية، أن كل هذا سوف يحفز بلا أدنى شك كل الاستثمارات الأفريقية. ولكن لإتاحة ذلك الأمر لابد أن نرسي السلام والأمن في كافة أرجاء القارة الإفريقية، ولكن للأسف هذا ليس الحال الآن. أننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا، وذلك لكي ننشئ مناخا للأعمال والاستثمارات، وأن تكون هناك دينامية من أجل تعزيز الصناعات. إن إحدى الفرص المهمة التي ستوفرها منطقة التجارة الحرة هي أننا سوف نتيح بذلك دعم التصنيع، ذلك لأن هذه القارة، القارة الأفريقية، هي الأقل تصنيعا في العالم، هي الأقل إنتاجا للصناعات في العالم. ولذلك فإن التجارة ما زالت قارتنا هي مجرد مخزن للموارد الطبيعية والثروات الطبيعية لقارات العالم، لقارات العالم. وفي الحقيقة أن عملية التبادل غير عادلة من حيث الصعيد التجاري، ولذلك أننا يجب أن نوفر فرص العمل الكريمة للمواطنين وللشباب. فإننا لا يمكن، لن يمكننا أن نحول ونستثمر هؤلاء الشباب ونستفيد منهم اقتصاديا طالما أنهم يهاجرون من هذه القارة ويعرضون حياتهم للخطر. إن منطقة التجارة الحرة سوف تتيح لنا زيادة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتجارة البينية، ذلك لأن القارة تمتلك كثير من الإمكانات المعدنية، وأيضا إنتاج الطاقة والأيدي العاملة الماهرة، ولكننا عن طريق إزالة الحواجز التعريفية والجمركية فإننا نسهل حرية انتقال الأشخاص والمنتجات، وبذلك فإننا الجميع سيستفيد من سوق واسعة. وبفضل الاستثمار في الصناعة أننا نستطيع أن نحول موادنا الأولية، وأن البوكسيت سوف يتحول إلى ألمنيوم، وأننا سوف نستطيع أن نستفيد من كل هذه المعادن في حياتنا اليومية. فأننا لدينا النحاس وأيضا النيكل، وأننا نستطيع أن نقوم بتصنيع كثير من الأشياء مثل القطارات والشاحنات، وأننا نستطيع أن نقوم بتكرير البترول الخاص بنا في القارة، واليورانيوم سوف يتم استغلاله في إنتاج الكهرباء، وسوف نقوم بتصنيع الكاكاو لتصنيع الشوكولاتة. إن كل هذا يمكن تصوره، وذلك من خلال قناعة الدول 55 من هذه الدول لكي تقوم بتحقيق كل ذلك. ولكن إنها علينا أن نقوم أيضا بمراقبة حدودنا، وأن
أن نكافح الرشوة وإن أننا يجب أن نقوم أيضا باستثمار الأسواق المالية المختلفة وأن نتيح كافة الفرص للقارة. سيدتي سادتي، إن منطقة التجارة الحرة القارية تشكل فرصة كبيرة من أجل تحقيق التنمية الصناعية لأفريقيا، ولكن يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن التصنيع له متطلبات أخرى، وأن الصناعة تتطلب إمكانية الوصول إلى الموارد المالية، ذلك لأن لا يمكن أن نحقق التنمية الصناعية دون أن يكون هناك موارد مالية متاحة. إن الدينامية التي أعلنت عنها المؤسسات المالية القارية والإقليمية من أجل تحقيق التكامل في القارة تجعلنا إلى أن نشعر بالأمل، وذلك لكي نقوم بتمويل الهياكل المالية. فأنا لدينا بنك التنمية الإفريقية وكثير من المؤسسات المالية التي تتنافس من أجل تمويل الدولة والقطاع الخاص في القارة. إن بعض المنظمات التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية تتوجه نحو تحقيق التكامل النقدي، مثل CDAO التي تعمل على توحيد العملة. وإننا يجب أن نشجع هذه الحركة، وذلك على مستوى كافة المجموعات الاقتصادية الإقليمية في القارة. ولهذا فإنني أحيي ماكسيم بنك أفريقيا، وذلك لأنه يقدم الضمانات التي تيسر تمويل العمليات التجارية الأفريقية. إن هذا البرنامج يستند إلى أيضا اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة، وأيضا عملية استخدام 100 مليار دولار وتحويل التجارة الإفريقية، وأيضا وذلك لدعم التحول المحلي للمواد الأولية. ولذلك فإننا يجب أن نحافظ البنوك المركزية أن تقوم بدعم هذا الأمر، وذلك من أجل تيسير حركة رؤوس الأموال، وذلك لصالح التجارة البينية الأفريقية. إن صناعاتنا التنافسية لا يمكن أن تعمل في ظل سياق غير مستقر لإنتاج التجارة والغاز. ولذلك وأننا وأيضا عملية التحرك البطيء بسبب رداءة الطرق والمواني والمطارات. ولذلك فإننا يجب أن نقوم بتوفيق برامج وخطط الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال قراره بتحويل نيباد إلى وكالة للتنمية. إن تحويل هذه الوكالة إلى وكالة للتنمية سوف تساعد على بناء السدود لإنتاج الكهرباء واستخدام كافة الإمكانات المتاحة للحصول على الطاقة، وأن سوف يساعدنا على تنفيذ المشاريع الكبيرة مثل إنشاء الطرق والمطارات وغير ذلك. ولذلك فإننا يجب أن نتابع إلى الثورة الرقمية، ذلك أن التطورات السريعة في هذا المجال يجب أن تسير معها التطور الصناعي، وأن هذا يعطي فرصة كبيرة لتكنولوجيات الاتصال الجديدة. وأن الشباب والمرأة يجب أن يتم ضمهم وإدراجهم في تفكيرنا وأفكارنا، لأنهم مستقبل القارة، لكنهم يعانون من مشاكلهم الخاصة. يجب أن نأخذ كل ذلك في الاعتبار. بالطبع نحن الآن نحاول أن ندعم أصحاب الأعمال ورواد الأعمال، وذلك من أجل وضع خطة طريق لمنظمتنا المشاركة، وذلك لصالح إنشاء منطقة التجارة الحرة البينية. سيدتي سادتي،
أننا في الحقيقة أننا قد قمت بتصوير ما تعاني منه قارتنا من خلال هذه الكلمات. في الحقيقة أننا لو كنا منقسمين فأننا سنكون ضعفاء، ولكن باتحادنا تستطيع أفريقيا أن تصبح من أكبر القوى في العالم. ولذلك فإننا يجب أن نضيع وقت فيما يتعلق بتحقيق وحدة القارة. إن الزعماء والقادة الذين سبقونا قد وضعوا أسس هذه الوحدة، وذلك بإنشاء وحدة منظمة الوحدة الإفريقية وبتحويلها إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2002. ولقد تم تحرير القارة من الاستعمار، وقضينا على الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وعلى المستوى السياسي أصبحت أفريقيا تتحدث بصوت واحد. ولكن هذا ليس كافيا، ولكن إذا كانت القومية الأفريقية السياسية كانت تسود في العصر الماضي، أصبحت الآن القومية الاقتصادية الأفريقية تسود هذا القرن. ولكن علينا أن نواجه التحديات. الأسس موجودة، وذلك بإنشاء المنظمات شبه الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وذلك من خلال أجندة 2063، وأيضا كافة البرامج والخطط الإقليمية الأفريقية. وعلينا أن نقوم بدعم كل هذه البرامج، وأن نقوم من الآن وحتى 2063 أن نحقق حلم أفريقيا بأن تكون أفريقيا مزدهرة، وأن تحقق التنمية الشاملة، وأن تحقق التنمية المستدامة، وذلك على أساس القومية الأفريقية. وأيضا نقوم بالقضاء على البؤس والفقر، وأن ننهي المآسي التي يعيشها الشباب من خلال الهجرة من خلال في البحار، وأننا من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة نحقق حلمنا. وأنني أناشد جميع القادة السياسيين والاقتصاديين أن يبدأوا بتنفيذ هذه المبادرة، وأن يقوموا بدعم هذه المبادرة التي ستطلق في نيامي في عام 2019. وأنتم جميعا مدعوون لذلك. إن هذه المبادرة الكبرى سوف تتيح لأفريقيا أن تأخذ بيديها وأن تسيطر على مقاديرها. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء.